صباح الفل يا اصحابنا، صباح الفل يا منتوخي، صباح الفل يا ماما سلمى. ازيك وحشتني. وانت اكتر يا والله يا ماما سلمى. انت اكتر والله يا ماما سلمى. عامل ايه في امتحاناتك؟ طمني. انا حلو زي الفل، اهي ماشيه تمام. اهي ماشيه تمام. طب الحمد لله. خلصت ولا لسه؟ إيه لا والله لسه يا ماما سلمى، لسه فاضل لي مادتين هخلصهم يوم الاحد والاثنين اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله. امتحانات الميد تيرم دي يعني بصراحه بتبقى يعني كده في كل بيت بيبقى فيه حاله طوارئ. يا عيني في امتحانات الميد تيرم خالص، دي بيس اوف كيك. يا عيني يا بيس اوف كيك انت. يا سلام، حته التورتايه كده، حته. عارفه ليه يا ماما سلمى؟ ليه يا بنت؟ لاني منظم وقتي. يا سلام عليك يا بنت، يا سلام عليك. ايوه برافو كده، ايه الشطاره دي، ايه الحلاوه دي. انا ولد مفيش منه. والله يا بنت انت فعلا مفيش منك، انا مبسوطه منك خالص. حلو موضوع تنظيم الوقت ده. مين واضح كده ان في تليفون معانا؟ مين؟ طب لغايه لما يجي التليفون. انت بتروح التمرين بتاعك بقى؟ طبعا ملتزم جدا بالتمرين. طب برافو عليك، ولا مش مؤثر على المذاكره يا بنت؟ خالص خالص، طالما نظمت وقتي كل حاجه تمشي تمام التمام. هايل. سامعين بقى بنتخ صاحبنا بيقول ايه؟ بجد كلامك هايل يا بنتخ. عارف لو كلنا نظمنا وقتنا فعلا الدنيا هتتظبط. مين؟ في حد في تليفون جاي لك يا بنتخ. في حد بيكلمك انت، تخيل. بيقولوا حد صاحبك بيكلمك. يا ترى مين هو يا بنتخ؟ الو، صباح الخير يا بنتخ. صباح الخير يا ماما سلمى. صباح الفل. مين معايا؟ انا عصام يا بنتخ اللي معاك في الفصل. عصام ازيك يا عس، اخبارك ايه؟ والله يا من صوتك. انا ما نمتش طول الليل يا بنتخ. ليه يا عصام؟ كان عندكم في البيت ناموس؟ ناموس؟ ناموس ايه بس يا عم، انا كنت سهران طول الليل بذاكر. سهران للصبح بتذاكر؟ ليه يا عصام؟ ده فاضل مادتين بس. يعني هما المادتين دول شويه يا بنتخ، انا اصلا حاسس ان الوقت مش هيكفي، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه والله العظيم يعني. لا 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 لا، ليه بتقول كده؟ ما هو الوقت حلو اهو مكفي. لا يا بنتخ مش مكفي ولا حاجه، انا بطلت اروح التمرين وبطلت اتفرج على التلفزيون وبطلت ازور قرايبي وكمان مش بنام ولا بعمل اي حاجه برضو، وبرضو الوقت مش مكفي. ايه يا عصام ده؟ ايه يا عصام ده؟ ده احنا لسه في ابتدائي، امال في الثانويه عامه هتعمل ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بنتخ، والله انا مش عارف اعمل ايه يا بنتخ، انا متضايق قوي. ولما سمعتك بتقول لماما سلمى انك منظم وقتك قلت اتصل اسالك واسال كمان ماما سلمى، يعني ازاي ممكن انظم وقتي لان الوقت مش مكفي خالص. طب خلاص يا عظام اهدى بس، اهدى. انت ليه بتعيط يا حبيبي؟ ما تعيط بس يا بنتخ، وترت بنتخ يا عصام. بس اهدى يا بنتخ. بصي يا عصام، انا هقول لك يا حبيبي دلوقتي تعمل ايه وازاي ننظم وقتنا، اتفقنا؟ بس يا بنتخ انت وترتني. ما تزعلش يا عصام وما تخافش، وهنظبط وقتنا كويس جدا وهتعرف تذاكر وتروح التمارين وتزور قرايبك وكل حاجه، اتفقنا؟ حاضر يا ماما سلمى. انا هستنى حضرتك تقولي لي ازاي انظم وقتي. ماشي يا ماما سلمى. حاضر يا حبيبي. حالا 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 يا عصام. يا خبر ابيض، مالك يا بنت؟ انا عندي اكتئاب يا ام سلمى وخايف. اكتئاب في دقيقه؟ اكتئاب ايه يا بنت اللي بيجي في دقيقه ده يا بنت؟ هو انت فجاه كده اكتئاب يا حبيبي؟ خايف بس من ايه؟ بس اهدى كده. العص صاحبي وترني وترني وترني. انا كمان حاسس ان انا مش هعرف اخلص امتحان ولا هعمل فيه كويس. يا نهار ابيض كويس. بنتخ لا اهدى. انت يعني انت يعني عصام بيكلمك عشان انت تطمنه يقوم هو اللي يخوفك ويوترك كده يا بنتخ؟ لا اهدى حبيبي، اهدى اهدى. لسه بقول عليك شاطر وقوي وشخصيتك مستقله، وفجاه كده كل الكلام ده كده راح في اي حاجه. صاحبك كلمك متوتر، اتوترت انت كمان؟ ايوه. مش المفروض احنا اللي نطمنه؟ انت بنتخ مش انت قلت ان انت بتنظم وقتك وان انت الحمد لله حليت كويس في الامتحانات اللي فاتت ومنظم وقتك كويس وبتروح التمرين وبتعمل كل الحاجات دي؟ امسك نفسك كده امال. ايوه يا ام سلمى، بس اصل هو ظروفه مشابهه لظروفي كده، مشابهه. برضه عنده تمرين وعنده امتحانين لسه فاضلين، وهو لسه طب ايه؟ انا عايزاك تهدى. يعني احضن نفسي ولا اعمل ايه؟ يعني امسك نفسي مش فاهم. لا انا احضنك يا حبيبي. لا امسك نفسك، يعني اتحكم في اعصابك. اهدى بلاش تتوتر. انت اصلا شاطر واصلا منظم وقتك كويس، وكلنا كل واحد فينا عنده حاجات مختلفه عن التاني. انت بتقول عصام عامل زيك شويه ان هو عنده نفس الحاجات، نفس المذاكره نفس المواد طبعا، وكمان عنده تمارين.
طيب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ نتوتر زي عصام ولا نقول له يعمل ايه؟ نقول له يعمل ايه؟ صح كده يا بندخ؟ اه. يبقى تعالى بقى نقول لعصام هو يظبط وقته ازاي؟ اوكي؟ طيب احنا اليوم بتاعنا كام ساعة يا بندخ؟ اليوم فيه كام ساعة؟ اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة، برافو عليك يا بندخ. مهم جدا ان احنا ننام 8 ساعات. 8 ساعات لازم ننامهم بالذات في سنك، اوكي؟ طيب الثمان ساعات دول يبقوا امتى؟ بالليل ولا الصبح؟ والله يعني على حسب. لا مش على حسب، الثمان ساعات دول عشان نستفيد بيهم صح، جسمنا يرتاح صح، ودماغنا كمان تستوعب الحاجات اللي ذاكرناها، لازم ننامهم بالليل يا بندخ. بالليل؟ اه، لكن عصام دلوقتي بيقول ان هو سهر طول الليل وما نامش، طب هو كده مش هيعرف يستوعب صح المعلومات اللي هو بيذاكرها. لازم ننام عشان المعلومات ايه؟ تثبت في دماغنا يا بنت. تثبت في دماغنا صح؟ صح. طيب احنا دلوقتي نمنا الساعه 9 مثلا، اتاخرنا شويه بقت 10، اتاخرنا خالص 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 بقت 11، المفروض ما ننامش بعد كده خالص، اوكي؟ طيب لو نمنا مثلا الساعه 11 يبقى نصحى الساعه 7 الصبح. 8 ساعات حلوين اهم، هنصحى فايقين ان شاء الله، نصحى مفوقين كده وفايقين ولطاف، لان الثمان ساعات دول كافيين جدا ان الجسم يرتاح يا بندخ، اتفقنا؟ يعني يمكن الاطفال اللي اصغر منكم شويه بيحتاجوا يناموا اكتر من كده، البيبيهات الصغننين، اخوك الصغير مثلا ممكن تلاقيه بينام مثلا 10 ساعات. ايوه. لان هو لسه صغير وجسمه ممكن يبقى محتاج اكتر للنوم، اتفقنا؟ طيب. بس انا ساعات لما اجي اصحى الصبح كده تبقى الدنيا برد قوي، فبكسل بقى اقوم من السرير اعمل ايه؟ عندك حق، هو جو البرد فعلا بيكسل، لكن احنا عايزين بقى نفكر في الحاجات المهمه اللي ورانا. لو انت كده لما تيجي تفتح عينيك الصبح كده اول لما المنبه يرن وتفتكر ان انت وراك النهارده عندك مذاكره مهمه، عندك امتحان عايز تجيب فيه درجه نهائيه طبعا علشان تفرح وتفرح ماما وبابا صح؟ وعندك حاجات مهمه وعندك تمرين بتحبه، كاراتيه انت بتحبه، يبقى اول لما تفتكر الحاجات المهمه اللي عندك هتلاقي نفسك لا هتقوم. حتى لو الجو برد هنقوم كده نصحصح كده في السرير ونقوم براحه نعمل شويه تمارين خفيفه كده. ماما سلمى حصل لك ايه؟ ماما سلمى مناخيري يا ماما سلمى، في حماس زائد عندك يا ماما سلمى، طيرتي مناخيري. انا اسفه بس اندمجت شويه وانت معلش. خلي بالك يا ماما سلمى. كويس مناخيرك فيها حاجه؟ كويسه الحمد لله الحمد لله. شويه طب شويه تمارين خفيفه ابعد عنك شويه كده وكده اوكي. طيب شويه تمارين خفيفه كده. طبعا ندخل الحمام بقى نتشطف ونغسل وشنا واسناننا والحاجات دي كلها ونفوق كده ونقعد نشوف احنا جدولنا ايه النهارده. بص كل واحد يعني عنده حاجات ثابته، يعني مثلا ما ينفعش اقول انا هطنش التمرين عشان الحق كذا، لا التمرين ده انت عارف من اول الاسبوع ان انت عندك مثلا تمرين يوم الاثنين والاربع مثلا، مثلا الساعه 6 مثلا، اوكي؟ مثلا. طبعا كل واحد فينا مختلف عن الثاني، كل واحد عنده حاجات مختلفه عن صاحبه، كل واحد ممكن يتمرن رياضه ثانيه او حاجه ثانيه. احنا بقى نبقى مركزين ان احنا هنذاكر مثلا لما نبقى وقت الامتحانات كده، كمان بالذات مذاكرتنا بتبقى زياده شويه، قول مثلا ذاكر 3 ساعات 4 ساعات. طيب وعندنا مثلا كل يوم اثنين واربع عندنا تمرين مثلا، فهنعمل جدول يا بنتخ كده، كل واحد هو اللي عامل الجدول بتاعه بنفسه، ممكن طبعا ماما تساعده لو عايز، ويقول لها يا ماما انا عندي يوم الاثنين تمرين الساعه كذا، وعندي يوم الاربع تمرين الساعه كذا، وعايز اذاكر هنا وعايز اذاكر هنا، وعايز لما الحق ارجع من المدرسه اكل الاول وارجع الحاجات اللي خدتها النهارده، او اعمل الواجب مثلا. اول حاجه بنعملها في الواجب بتاعنا او في المذاكره بتاعتنا ان احنا نحل الواجب بتاعنا الاول وبعدين نراجع على باقي المواد. عندنا جدول مدرسه صح؟ كل يوم عندنا حاجات بناخدها في المدرسه غير التانية. أيوة. يعني مثلا ممكن انت عندك يوم الحد عربي مثلا او حساب ويوم الاثنين مش عندك حساب، فانت تبقى عامل حسابك ان انت الجمعه بالليل تبقى مخلص واجب الحساب ومراجع عليه. ايوه. مش لازم تعمل كده يوم السبت عشان يوم الاحد ما عندكش مثلا، يعني مثلا فهمت قصدي يا بنتك؟ يعني كل واحد هيظبط الجدول بتاعه على حسب جدول المدرسه وعلى حسب التمارين او الحاجات اللي هو مرتبط بيها كل اسبوع. مهم جدا كمان ان احنا لما نيجي نذاكر يا بنتك ما نقعدش اكتر من ساعه الا ربع على المكتب بتاعنا، طبعا لازم نذاكر على المكتب. جو بقى اللي هو اخد الكتاب وانام على السرير بقى كده واقعد العب بقى وازال، لا 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 مش هنثبت المعلومات في دماغنا خالص. خلونا لازم نقعد على المكتب او الترابيزه، يعني على الكرسي، يعني مش على المكتب نفسه عشان انا عارفاك تقول لي اقعد على المكتب. نقعد على الكرسي قدامنا الحاجات، ظهرنا مفرود
اوكي يا بندخ ونذاكر نقعد ساعه الا ربع معايا كوبايه النسكافيه. نسكافيه كده نسكافيه ايه بلاش؟ لا طبعا انت في سنك كده بتشرب نسكافيه؟ غلط غلط. ايه كوبايه النسكافيه والكلام الفارغ ده يا سعيد؟ لا يا منتخ طبعا 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 غلط. لا ولا طبعا لا قهوه ولا نسكافيه ولا حتى شاي يعني اخرنا شاي بلبن عصير احلى حاجه. أيوة عصير صح. ماما تعمله لنا كده في البيت جميل فريش كده حلو فريش. ده بقى يدينا طاقه احسن من 100 نسكافيه. صح اتفقنا؟ صح. طيب. شوب عصير قصب. شوب يا سلام على عصير القصب وجميل طبعا بس ده ما ينفعش يتعمل في البيت. صعب قوي ماما تعمله في البيت. المهم نقعد كده نذاكر كل 45 دقيقة. ايوه نقعد نذاكر قد ايه؟ نقعد نريح. ايوه نريح قد ايه بقى؟ ربع ساعة. ماشي يعني هما المفروض 10 دقايق، اوكي ربع ساعة. تعرف تعمل ايه بقى في الربع ساعة دول؟ اعمل ايه بقى؟ حاول تنشط جسمك. هي القعدة دي علشان طبعا دماغك وعلشان جسمك قاعد، فأحسن حاجة إن أنت تقوم إيه؟ تتنطط في الأوضة، ترقص، تلف كده لفه في البيت وتاخد كوبايه عصير كده من ماما. أيوة. سندوتش مش عارف ايه حاجات كده. اوكي لكن بقاش يعني ال10 دقايق دول مش المفروض ان احنا نتفرج فيهم على التلفزيون، احنا برضو عايزين نريح عينينا. ان احنا قاعدين بقالنا 45 دقيقه على ربع عينينا باصه في الكتاب. فهمت قصدي يا بنتخ؟ يبقى كل 45 دقيقه ناخد بريك 10 دقايق نرقص فيهم نتنطط فيهم. اوكي طيب كده بقى هنعرف هنلحق ان احنا المهم ان احنا بقى نبقى مظبطين الجدول بتاعنا على حسب يومنا ماشي ازاي وعلى حسب جدول مدرستنا ماشي ازاي وطبعا على حسب جدول الامتحان كمان. طبعا يعني تاني يوم مثلا حساب مش هذاكر بقى عربي بقى وكده واقعد اركز لا ابقى عارف صح. كل امتحان بيبقى فيه قبله يومين او ثلاثه فاضيين طبعا بنذاكر فيهم الماده بتاعت الامتحان نفسه امتحان. صح لان ما ناخدش الوقت ده في ان احنا نذاكر ماده ثانيه، نركز في مذاكره الامتحان اللي احنا داخلين عليه. برافو عليك يا بنت انت شاطر وعارف تنظم وقتك. لينا اصحاب كتير ممكن يبقوا شاطرين برضو لكن لسه مش عارفين ينظموا وقتهم ازاي. اتفقنا ان احنا هننام 8 ساعات بالليل علشان كل المعلومات اللي ذاكرناها طول اليوم تثبت في دماغنا وننام بدري يا ام سلمى. ننام بدري طبعا ننام بدري المفروض ان احنا ننام الساعه 9 بالكتير قوي. فاهم يا عصام؟ الموضوع تطبق والكلام ده غلط يا عصام. صح كده يا عصام هيجي لك كده هالات سودة حوالين عينيك كده وهتبقى تعبان. خلي بالك يا عصام ومهم جدا بقى يا عصام بلاش توتر ابوس ايدك. قصرت على بنت وترتني. لا احنا خلاص احنا كده ان شاء الله عصام يكون اطمن. انا عايز اقول لعصام وكل اصحابنا بقى يا بنت اللي شايفيننا دلوقتي اي حد بيتمرن رياضه اوعوا توقفوا التمرينات. ما توقفوش التمرينات بحجه ان ما عندكوش وقت او المذاكره او الامتحانات، لان انت لما بتلعب رياضه ده بيخليك تعرف تركز اكتر في المذاكره على فكره. يعني اللي بيلعب رياضه بيكون اشطر في المدرسة، انتوا عارفين كده؟ ايوه الرياضة بتخليك تعرف تركز أكتر في مذاكرتك والعقل السليم في الجسم السليم. برافو عليك يا بنت. العقل السليم برافو عليك في الجسم السليم. يا رب كده يكونوا أصحابنا يعني ظبطوا. أنا عايزة بقى كل أصحابنا عايزة أطلب منكم إن أنتوا تعملوا كل واحد يعمل الجدول بتاع المذاكرة بتاعته أي سنة بقى تعملوا جدول المذاكرة وصوروه وابعتوه لنا على صفحتنا لأن احنا ممكن يعني نعرف صحابنا التانيين إزاي يعملوا الجدول وممكن جدا ماما تساعدكم زي ما اتفقنا. اتفقنا يا بنتوخي؟ اتفقنا. دلوقتي بالنسبة للجدول بتاعنا في جدول الحلقة بقى بتاعتنا بقى دلوقتي في بكار. صح عندك حق يا بنتوخي. دلوقتي حسب جدول الحلقة بتاعتنا عندنا دلوقتي طبعا مغامرة جديدة من مغامرات بكار عايزين نشوفها. عايزة كل أصحابي اللي لسه ما فطروش قوموا افطروا يلا واتنشطوا علشان عندنا حلقة حلوة قوي هنرجع لها بعد ما نتفرج على بكار.